حياكم الله إذا ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. أكدت اللجنة المالية النيابية أنها لم تتسلم نسخة الموازنة حتى الآن على الرغم من مرور 17 يوما على وصولها إلى البرلمان. وقال عضو اللجنة مضر الكروي إن اللجنة لم تستلم موازنة 2023 رسميا للمباشرة في إجراءات المناقشة المستفيضة لبنودها مع الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الحكومية. وأضاف الكروي أن الموازنة معقدة في مجالات متعددة وأن هنالك علامات استفهام كبيرة أبرزها نسب العجز المالي الكبير واستحقاقات المحافظات من الميزانية. قال عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن تطبيق سلم الرواتب الجديد من اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء وليس البرلمان متوقعا تأجيله للعام المقبل. وأضاف كوجر أن سلم الرواتب لا يزال قيد الدراسة والمناقشة داخل مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن تطبيق سلم الرواتب من اختصاص وصلاحيات مجلس الوزراء ولا يحتاج لتصويت برلماني. قال رئيس لجنة الخدمات النيابية علي الحميداوي إن حجم الموازنات التشغيلية بعد العام 2003 تقدر بنحو 90%. وأضاف الحميداوي أن نسبة الموازنة الاستثمارية والتي تذهب إلى المشاريع هي 9% فقط، لافتا إلى سوء التخطيط والعشوائية لهما تأثير كبير على إنجاز المشاريع. وتابع أن هنالك مشاريع تم البدء بها منذ سنوات طويلة ونسب الإنجاز فيها لا تتجاوز 50%. أعلنت وزارة التخطيط عن حاجتها إلى أكثر من 24 تريليون دينار لإنجاز المشاريع المتلكئة. وقالت الوزارة إن هناك 1150 مشروعاً استراتيجياً متلكئاً خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأضافت أنه تم صرف أكثر من 10 تريليونات دينار على تلك المشاريع خلال السنوات الماضية، لافتة إلى أن بعض المشاريع ستحذف بسبب عدم تجاوز نسبة الإنجاز فيها 0%. قررت الشركة العامة لتجارة الحبوب منع إدخال القمح المستورد للعراق إلى حين انتهاء الموسم التسويقي الحالي للمزارعين. ووجهت الشركة العامة لتجارة الحبوب كتاباً رسمياً إلى قيادة العمليات المشتركة وطالبت فيه بمنع دخول الشاحنات المحملة بالقمح عبر جميع المنافذ الحدودية. وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة عباس جبر العلياوي تحديد 850 ألف دينار كسعر لتسلم محصول القمح للموسم الزراعي الحالي، على أن يكون موعد تسليم المبالغ للمزارعين في مدة أقصاها أسبوعاً. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.